عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني اجتماعا مع المبعوث الخاص للمجموعة الصينية هشوايو بينغ لمتابعة موقف المشروعات المشتركة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة. نقل الوزير اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته المستمرة والمباشرة للمشروعات التي تنفذها الشركة الصينية في مصر، وعبر عن اعتزاز الدولة بالتعاون المشترك مع الصين وتطلعها لمزيد من التعاون بين البلدين في المجالات المشتركة. أكد وزير الإسكان ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة ومشروعي أبراج الداون تاون وبحيرات العالمين وكريستال لاغون وبما ذلك بمدينة العالمين الجديدة. هنأ وزير الإسكان شريف الشربيني مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وجميع العاملين بالشركة لفوزهم بتنفيذ أحد مشروعات الطرق المهمة في دولة أوغندا. أكد الوزير تقديم الدعم الكامل للشركة للتوسع في تنفيذ مشروعات الأشقاء في القارة الإفريقية. أشار إلى أن مصر تدعم المشروعات التنموية التي تنفذها دول القارة وتسهم بخبراتها في تنفيذها بما يعود بالنفع والفائدة على شعوبها الشقيقة. في هذا الإطار أعلن رئيس شركة المقاولون العرب أحمد العصار أن الشركة فازت بمشروع تصميم وتنفيذ طريق إيغانغا كامولي بأوغندا بطول 56 كيلومتر وبتكلفة 70 مليون دولار. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط بدعم من تخفيضات أوبك بلس والغموض بشأن تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إلا أن التوقعات بوفرة المعروض في العام القادم شكلت ضغطا على الأسعار. أما على صعيد التداولات فتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5% يصل إلى 74 دولار و21 سنتا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4% ليصل إلى 70 دولار و61 سنتا للبرميل، وانخفضت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 10% لتصل إلى 2.18 دولار للتر، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.6% لتسجل 2.43 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهر مشروع الموازنة في تونس أن الحكومة سترفع الضرائب على الموظفين أصحاب الدخل العالي وعلى الشركات، بينما ستضاعف تقريبا الدين المحلي في العام القادم وسط استمرار عجزها عن الحصول على التمويلات الخارجية الكافية لتمويل الميزانية، وستخفض الحكومة التونسية الضرائب على أصحاب الدخل الرفيع. وتشير وثيقة مشروع موازنة 2025 إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.8 مليار دولار من 3.57 مليار دولار العام الماضي، بينما ستتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في العام القادم مقارنة ب 5.32 مليار دولار في العام الحالي. حذر البنك الدولي من أن اتساع نطاق العدوان الإسرائيلي في المنطقة بشكل كبير قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وأصف الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في المنطقة بأنها غير مقبولة. كما أضاف البنك الدولي أن العدوان له تأثير صغير نسبيا على الاقتصاد العالمي حتى الآن، لكن اتساع الصراع بشكل كبير من شأنه أن يجذب دولا أخرى تساهم بشكل أكبر في النمو العالمي بما في ذلك الدول المصدرة للسلع الأولية. تابع أن التأثير الاقتصادي لهذه الحرب يعتمد بشكل كبير على مدى انتشارها، وإذا انتشرت إقليميا في أنها ستصبح مسألة مختلفة تماما وستبدأ في الانتقال إلى أماكن تساهم بشكل أكبر بكثير في الاقتصاد العالمي.